سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور. نتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله تعالى، تكونوا بصحة جيدة. نهاية أسبوع موفق إن شاء الله لينا ولكم ولجميع المتابعين ديالنا اللي كيتابعونا في هذه الفترة المباشرة، التغطية المباشرة. صبيحة هذا اليوم خير هذه الجولة الصباحية اللي كنقوموا بها يعني في أهم شوارع المدينة الحمام والبيضاء. نعيش معكم وتعيش معنا شوارع آخر تعالى في الناس. فطبعا يعني بداية اليوم أصبح ماشي عادي في مدينة طنجة متابعينا الكرام. الصراحة يعني هاد الصباح هذا يعني واحد الحرارة صبحت ماشي عادية، الهواء صبح واقف كما كتشوف، يعني حتى الشجر ما كيتحرك ما والو، الهواء يعني واقف، كاين الحرارة بزاف. هاد النهار هذا يعني يوم السبت يعني غتلقى بزاف ديال الناس، غتكون الوجهة ديالهم يعني الأولى هي شواطئ المدينة، شواطئ مدينة تطوان، يعني ما يكونش شي بلاد الاخر غير هاد الشواطئ هادي. الصراحة يعني اليوم يعني نهار قاصح بزاف، يعني في البداية ديالو كتعرف النهار واش قاصح ولا لا. البارح يعني كيما تبعت معنا كان شوية ديال الريح، شفتو يعني مكاينش الريح برا، هو واقف. كاين ديك الهوا صعيب شوية من تبعنا كيما. إذا من خلال يعني الجولة الصباحية من تبعنا الكرام يعني كنعيشو معكم هاد الأجواء الصباحية الجميلة هنا في مدينة تطوان. مدينة تطوان يعني كعادتها يعني في الواقع الصباح هو هاد هاد الأجواء هادي اللي صراحة مدينة تطوان يعني خاوية على عروشها الصباح. اللي يشوف مدينة تطوان دابا هو ما يقولش يعني هي مدينة تطوان فاش كتكون، فاش كتبدا العشية، فاش كتبدا تبلوكا حركة السير، فاش كيبدا يعني البشر، كتلقى البشر بزاف يعني في شوارع المدينة. فسبحان الله يعني تطوان على الصباح هاي الصورة أمامكم، ومباشرة أنا غنشوف معنا الشعب المتابعين الكرام. هذه هي الأجواء الصباحية، هاد آخر أجواء صباحية من خلال الأجواء الصباحية اللي كنقوموا بها يعني من خلال هاد المدينة تطوان على المباشر المتابعين الكرام. يعني كتعيش معنا هاد الأجواء الصباحية وهاد الجولة الصباحية اللي صراحة يعني الصعيب فيها هو هاد الأجواء الحارة اللي صبحت اليوم في مدينة تطوان المتابعين الكرام. صراحة يعني نتوما كتشوفوا يعني سبحان الله يعني كلشي أمامكم، يعني نتوما تشوفوا حتى الشجر ما يتحركش، هو واقف بزاف. الحرارة اليوم مقدار يعني تفوت 38 33 في مدينة تطوان بسبب يعني هاد الحرارة اللي صبحت فاش كتبدا يعني الحرارة يعني واقفة، فاش كيبدا يعني نهار فواقف ما كاين لا ريح لا والو، كتبدا يعني الشمس حارة كتحس بها يعني يلاه كتخرج بالضو. معروفة بأنه غيكون واحد الجو ماشي عادي، النهار ماشي عادي، وصراحة يعني غيكون يعني واحد النهار قاصح، النهار صعيب بزاف. إذا متابعينا الكرام يعني من خلال هاد الأجواء الصباحية، هاد الأجواء الصباحية حنا كنعيشو معاكم يعني الأجواء على المباشر متابعينا الكرام. كما قلت كنقول يعني متابعينا الكرام هذه هي الاجواء ديال هذا الصباح هذا، وهذا الشيء هو اللي واقع هنا في مدينة تطوان متابعينا الكرام من خلال يعني هذا البث الصباحي وهذه الاجواء الصباحية. هذه مدينة تطوان هذا النهار هذا كما قلت يعني نهار صعيب وقاصح بزاف. الحمد لله. نهار قاصح مدينة تطوان يعني كما كتشوفوا من خلال هاد الأجواء المباشرة. بالنسبة لي في مدينة تطوان يعني في الصيف كان صعيب، كانت الشتوى
سبحان الله سبحان الله يا كما قلت يعني متابعينا الكرام يعني غادي نتيطوني يعني سواء يعني كان الصيف ولا كان الشتاء بديتي كل صباح فهي ديما كتكون هايلة يعني نتيطوني على الحياة تحس بيها يعني فاش كتبدا النهار ديالك فاش كتبدا الصباح ديالك كتحس يعني بلي نتيطوني على الخاوية الحركة يعني كتكون فيها دائما حركة قليلة وكتقلب بشر قريب ملي كيخرج ويدور هاد الساعة تا أنا كيما قلت يعني تبع المحلات كنلقاهم يعني مازال شاد السيستيم ديال تيطور مازال هو تا العشرة ونص العشرة وخاصة إذا متابعينا الكرام يعني هذه هي الأجواء في الخير إلى الجولة الصباحية هنا في مدينة تيطور كما قلت يعني اللي صعب اليوم هو هاد الاجواء حارة الاجواء مشمشة اللي كتعرف يعني المدينة بداية الساعة ثلاث ساعة الأولى ديال الصباح فالله يكون في عون الجميع ورد البال بالنسبة للناس اللي غنمشيو لصباح رفا كنغيبو لهم بصحة وراحة فحاولوا ما تضيعوش الماء والإيمان أن يعني في أهل المشي اللهم لبس إذا المتابعين شكرا على المتابعة وديروا لايك إلى اللقاء في المشي